كابتن محمد ميرسي على المغامرة، الميني مغامرة. وأنا ميرسي على الحوار المنطلق العفوي ده. الله، لا بس انبسطت واحنا راكنين وتحت الكوبري والناس وهي بتتفرج علينا وكأنهم ما شافوشنا. إيه الناس دي وإيه الست دي راكبة العجلة دي؟ إيه؟ أنا انبسطت صراحة. أنا أكتر. حلمك إيه؟ نفسك في إيه؟ نفسك تحقق إيه؟ أنا عندي حلمين، حلم خاص بيا في المجال ده وحلم بالنسبة لمصر. الحلم الخاص بيا، أنا لسه عندي رحلات ومسارات ثلاثة تحديدا. ربنا يديلك طولة العمر والصحة وتروح القمر بالعجلة. مش القمر، الصين. الصين؟ الصين إن شاء الله، رحلة من المحيط للمحيط. الله. من البرتغال للصين، المحيط. الله. أطلنطي الهادي. أطلنطي الهادي. أوكي؟ ورحلة تانية إن شاء الله عايز أعملها من ألاسكا فوق خالص لحد شيلي في الجنوب. يعني الحتة تاني. دي بقى من بالزبط. الشمال ورحلة أخيرة إن شاء الله أفريقيا، القاهرة كيب تاون وعودة. كلوك وايز انتي كلوك وايز، مع عقارب الساعة ضد عقارب الساعة ايا كان. بس بالعجلة. بالعجلة. يا رب. اوكي؟ ده حلم خاص بيا. الحلم بقى خاص بالنسبة لمصر في مجال الترحال ومجال العجل. عندي ثلاث مقترحات لو اتنفذوا اعتقد ان هم هينقلوا مصر نقلة نوعية. سياحية. حتة تانية خالص. سياحية ومغامرات وترحال وسفر. حضرتك عارفه في فرنسا حاجه اسمها تور دو فرانس؟ ايوه. طب ده مسار معين بنمشي مسار حوالين فرنسا، وده حدث عالمي طبعا. كل طبعًا. المحطات بتنقله كل حاجه. مصر مؤهله ان يبقى في حاجه اسمها تور دو جيبت او الدوره يعني حول مصر بالدراجه. طبعا مليانه معالم وانا في ذهني بالظبط المسار التورو. يمشي من فين لفين تحديدا كده؟ من بورسعيد لمطروح لسيوة للواحات البحرية، مجموعة الواحات كلها، أسوان، حلايب وشلاوتين وعودة. دورة مصر من أروع ما يمكن. يا رب حدث يا رب عظيم. يا رب. أنا بقى هدي لحضرتك كادو بسيط. إحنا دايماً لما بنقابل، تعالى يا عبدالله، معانا فنان بورتريه عبدالله، دايماً بيعمل بورتريه للضيف بتاعنا. لطيف جداً جداً. عشان تفتكرنا في اليوم ده. ميرسي يا استاذ عبد الله. ايوه تمام. واحنا يشرفنا ان انت تاخد البورتريه بتاعنا. وانا شرفني جدا جدا. انبسطت قوي قوي بحضرتك يا كابتن محمد. ميرسي يا فندم. تلف الارض وتاخدني واروح لبعيد وطاير فوق بساط سحري لكنه حديد. شريط العمر كرمني بيوبيل ذهبي، كبرت وكل ما بكبر إرادتي ورغبتي بتزيد.